انتم تسمعوا في تعيش وتشوف مع وليد زريات. 7:47 دقيقة على اي اف ام، احلى راديو. مازلنا مواصلين معاكم حتى للتسعة متاع الصباح، ومحمود البارودي يطلب في الكلمة ومانيش عارف شنو حتى باش يقول. محمود تفضل. والله فما برنامج نحبه برشا في اف ام، وانا بين نحبه برشا والله نحبه. سي محمد السياري نتاع سي محمد، ونقول لك حاجة، ماريا تخدم في البنك. روحت ماريا ومن فضل الله انه فما الكاميراوات قدام البنك، قدام البنك يرجعوا يشوفوا الكاميراوات، يلقاو محمود البارودي يخلع في دار، تطلع دار محمود ومن بعد يخلع في التسجيل الصوتي يلقاه يعيط لبناته حل الدار حل الدار. والله وقت اللي وقت اللي جو البوليسيه مع ماضي 3:45 بتاع الصباح يلقاو سي محمود البارودي راقد في الكرهبه نتاعو ومرته في يده، وفما حاجه تقطر من تحت الكرهبه فجعت الناس الكل، قالوا زعما شنو الحكايه؟ شنو هي الحاجه اللي تقطر؟ يطلع مالك كليماتيزور يزي مشمتك انت يا وليد، يزي شحبه يلا. والزوجه المصون في يدها ترقى وتورنوفيس وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. طا طا بسم الله الرحمن الرحيم. طا وطلعت مرته الباب. وتم عليهم الحاكم. حاسك انا عندي سعدي انا يعجبني كي يقول كلمه بالفرنسي وترجمها لنا بالعربي. كانوا واقفين قدام البيتزارية، البيتزارية اللي هي نعرفوها بالعربيه مطعم. اسا حاجه ابداع. ونقول لك حاجه وليد، انا وليت راجع الحلقات وعنده الاخرى عمين عميل تاني وعنده الاخرى وماتيلدا في الغابه. ماتيلدا في الغابه وتتخيلوا راه المشهد تبدا ترى فيها تبدا ايماج من غير ما ندخل في تفاصيل خاطر ديما اي خاطر ديما ماتيلدا في الغابه فما حاجه لا لا ما متشرتلها حد شيء. اما تلمو اسمع محمود يا بارودي خليني نكمل الحصه. اما تلمو يوصف لك المشهد وتلمو قوه تحس في وسطه، تحس روحك انت في الغابه وعايشك في المرابط بالكلام تتخيل ليماج كامله. خاطر الكتيبه فيها برشا صور تهزك تحلق بيك، معناها الواحد يتخيلها. على كلمة صور فرهاد باش نمشي مع الصور المتحركة. ساندرا تون. ساندرا تون غبت علينا الجمعة اللي فاتت، عملنا عليه تون سبايدر مان وتعديت حلقة. هذه فاتتني هبشي قطعنا الباش. سي محمود اليوم باش نحكي لكم على صور متحركة جديدة، صور متحركة نصوركم كل تعرفوهم وكل تفرجتوا فيهم وتغرمتوا فيهم. مهدي هوري باش يجاوبني بعد ما يسمع يقول لي شنو هما الصور المتحركة هذوما. نسمع مع بعض. الغابة عرس وبشائر ومروج خضر وظلال، فيها أشجار وسنافر تفرح بالأطفال. أما أنا مغروم بسبايدر مان، نحب سبايدر مان. يا خويا سيبني من هذا سبايدر مان. باهي باش نحكي لكم اليوم على السنافر، فرصة مالا مهدي بكش باش تولي تحبهم اليوم السنافر كي تسمع حكايتهم كيفاش بدات. السنافر لي شتخوف ولا دي سميرفز بالانجلي هي شخصيات تلاثم في الكلام، حاب يقول كلمة خرج كلمة شتخوف قعدت له في باله الكلمة هذية، وهي اللي من خلالها صنع كلمة شتخوف أو اللي شخصية السنافر في أنحاء العالم ولات معروفة برشا. تمثل عائلة السنافر عديد من الشخصيات مختلفة الاتباع، لكن اللي نحبهم قوي ريناهم مثلا كيما في سنفور قوي، العبد اللي ما يخمم كان بعضلاته، وسنفور مفكر اكالي باللونات يمشي كان بالقوانين كلين ساعات سيء نفدوا منه نقلقوا منه. بحذية مثال وما بنك اما بالطبيعة صحيت اما بالطبيعة راهو العبرة مش بالبدايات، الاقنعة ما تسقط كان في النهايات. اللي نحب نقول لكم اللي السنافر راهو ما تعداوش شكاكة وبرا، السنافر من صغر علمونا فين الخير وفين الشر، اما احنا ما استوعبنا هذايا كان كي كبرنا. شكرا لكم. برافو ساندرو جميلة. برافو سنفور ساندرو. اللي عمل السنافر راه موش تونسي، استعملوا بكل شو فاهمين. ما نجمش تعمل اكزامبل هكا على خاطر موش تونسي، نحن راهو على فكرة راهو نسيت تونس الكل يشوف رجال شرشبيل. نحن هذه عيشتنا راه. لا 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 هو العمل اللي الى يونيفرسال معناها انساني العمل هذا، لانه السنفور الغضبان نتاع الكونغ الديمقراطيه ولا نتاع تونس. سنفور غضبان وورده الغضبان والفرحان. خلي كمل نرجع به بعد اذنك. نرجع للشترومف. الشترومف هو القزم
كلمة القزم. والسيد هذا بحكم اللي هو فلامو المصطلح هذا جاي ما خطر بلجيكا ثم فيها الفرنكوفونيين والفلامو القراب من هولندا يحكيوا الفلامو. هذه المعلومة هذه التنبيرة اللي عندي في الحكاية متاعك مزيانة برشا الصور المتحركة هذه مزيان كيفاش برشا مساجات فيها برشا قيم كيفاش عكست كل طبيعة متاع صنفور على شخصياتنا أصحابنا ولحنا زادة احنا توا كان كل واحد فينا نعطيو لكل واحد فينا شخصية متاع سنفر. هذا شرشبيل سيد محمود بارودي على يمين شرشبيل زادة انا بابا صنفور. انت المعلم جملة اي بابا صنفور الحكيم انت الحكيم بابا صنفور الطفل راو انت جي صنفور الطفل فرحات الحكيم فرحات صنفور الحكيم اي بابا صنفور انا وليد انا نورمال مون راني صنفور المشاكس عمي وليد بابا صنفور وليد صنفور غضبان غضبان غرور وليد حبيت اقول صنفور غضبان ما خفت منه فهم علاش ما عملش صنفور قحاف لا فهمت وليد احنا نعملوه خاطر ما كانتش فما الطبيعه هذيك خاطر باش يولي محمود بارودي ياخذ زوز سنافر برشا عليه شرشبيل وهرهور وشكون هرهور وصنفور غربان فما صنفور رابور زاد ما قالتش عليه صنفاره اللي غني في قبي اوه لازم يهلكها في الاخر تكون ماشي مريض صحيح بعد هذايا ماتوا السنافر الكل مش صنفور المغني فما صنفور مغني دونك عايز صنفور مغني بالازرق 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 كانت ظالم الصور المتحركة اللي زادة خلت بصمة في الجيل الذهبي معناها اليوم تو مهدي ما نصوروش مهدي ما نصوركش تبعتهم انت سناف لا ما تبعتهم تبعت شوية مالوريزمون فرحات ما عادش يعدي انا ماخرون سبايدر مان يا خويا كيفاش يعمل سبايدر مان؟ والله حتى انت ايش من سبايدر مان محمود بارودي جاي لعبنا بتاع الصباح اسمع حتى كأيمن لسيق الحلقة يا وليد أيمن لسيق يقرس ويدو لا زوز زوز يغزر من غاديك المهدي ويعمل الوقت لسيق كيفاش يعمل سبايدر مان باهي كان نواصلوا ساندرا ظهر لي هذه الحلقة الأخيرة من الصور المتحركة دونك ساندرا تون ان شاء الله عام الجاي وان شاء الله في سيزون جديده ان شاء الله ويكونوا عندنا باش تدخل توا للصور المتحركه البوكيمون باش تطلع لل انا باش نقول لك حاجه والله باش يسرقوها لها الفكره خاطر احنا قاعدين ما فهمتش احنا قاعدين كيش هيلي نطيبوا لبرشا عباد في الحلقه هذيا قاعدين برجولي احنا عباد تخدم وتجيب في الافكار مثلا مثلا ويجيو تي لا ما نقولش مثلا حتى شيء انت تحب تقول قول توا يا ودي من توا عندك مزاج شو تحب تذكرك طايح لبيناتنا ما يتوجي بعد في التلفزه فك الخانيت عشان نجبدوا دوسيي توا نذكروهم احنا نطيبوا وجميع ياكلوا اسمع حتى كلمه خير ما تتقال ديديكاس يا رسول الله ما سمعتوش انا يا اخي ما يسالش اخدم على روحي سي وليدي عايشك وتبدا انت توا شنيا تبش تدافع عليهم ماني عارفك تبعهم جميعتك هذوما تدافع شنيا تحذرنا انت استنى استنى ريقل ريقل يا ودي كل شيء هوني وموثق ويا فهم شي عجبك فيها تلفزه راه باش تولي وكل شيء مصور ما عادش حتى مسموع ديجا على غبسات ديجا جاني ميساج من عند بو بكر ونزار وليد قاعدين في قهوة مويا قال لكم احنا في راس نتفرجوا فيكم على الربسات وعاملين جو على البارود ايوا اوه هكا ولينا بث مباشر بالحق والتجربة تجربة على ركشة بجمهور بلا تعرف كيفاش بجربي نحب نجيب بنك بحذاهم التبنيه كذي يذرني حلوة عصابة هذي عصابة هذي عصابة زعما مصبحين كيف صديقي يذرني بدهم يتفرجوا فينا تو مصبحين انا مش باختصار فما لا مش باختصار معناها مطولة شوية الحكاية معناها ليش باختصار فما راجل فهمتني روح لعائلته وجاب لهم جبن نتاع هولندا جبن هولندي كل منقوب هذاك صحيت بنين على الاخر تعمل هكا مرته قالت يا جبن هولندا بلي خلينا نذوق قامت كيم شو جبن هذا شبني كي ناكله من خزر ولدها قال ما نعطيني ما حتى انا خلينا نذوق ذاق منه جبن والله ما قال نفس الحكايه يعمل يا اخي راجل قالوا يجيب له لعبه نتاعكم فضلكم معايا تعطيني خلينا نذوق الجبن ذاق منه يعمل كذا نفس الحكايه والله انا نرجع له تقول لي بيسخي فين وشو نوريكم فيه يا اخي هو خارج يعمل هكا يلقى راجل قال له بالله يلعب نسلك لي بيسري فين وين قال له قسم الأخبار قسم الأخبار مازلنا مواصلين معكم بالتسعة